هذا الحديث العام محفز جدا وشيق ويخلينا متفائلين. بس لو سألتك بشكل مباشر، خلال الشهور القليلة الماضية اللي توليت فيها المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، ايه هي الانجازات او النجاحات اللي تقدر تنسبها لنفسك وقدرت تنجح فيها خلال الفترة الماضية؟ ايه هي الاشياء اللي ممكن نقول دي خطوات جيدة وإيجابية عملها نيلو فنجادة مع الاتحاد المصري بصفته المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية؟ نحن نتحدث عن فترة 6 أشهر، ونحن نعمل داخل الاتحاد على خلق أجيال جديدة من اللاعبين ودعم الفريق القومي وبصفة خاصة الشباب. والآن لدينا مدرب ويستطيع من خلاله أي لاعب أن ينضم للفريق القومي، ولدينا كل المستويات المتاحة، وبالتالي يمكن أن يكون الفريق مؤهلا لخوض المنافسات القادمة. ونعمل أيضا على تطوير وخلق فرق جيدة وخلق أجيال جديدة من اللاعبين، وتجهيز الفرق المصرية حتى تستطيع المنافسة في كل المنافسات. وأعتقد أن هذا أمر هام جدا، لأن نجعل الفريق القومي فريقا كبيرا ونطور من أدائه باعتباره الفريق الأول. وهناك يجب أيضا أن نعتمد على هذا الفريق الأول، وأيضا بنفس المنطق فإننا نقوم بالكثير من العمل، ونستطيع أن لدينا الفريق القومي الذي تأهل لدورة 16، ونحن نتواصل مع الكاف لتنظيم ودعم المدربين الخاصين بنا، وهذا يمكن أن يتم من خلال الاتحاد ومن خلال التراخيص التي يمنحها الاتحاد. تعلم أن عملنا ليس لديه حدود زمنية، كل يوم يتم لدينا اتصالات وتعاملات مع المدربين ومع المديرين الفنيين، لا يمكن وضع حدود زمنية محددة. تعلم أن كرة القدم لا يمكن وضع حدود زمنية محددة لها، ولكن نتطلع دائما للمستقبل.